السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي بايرن هيلعب النهاردة في دوري الأبطال، بايرن الدوري الألماني، النادي الألماني قصدي، وهيلعب اليوم الساعة 7:15 في دوري أبطال أوروبا. ده نادي بايرن ميونخ اللي هو راح ساديو ماني لاعب الدوري الانجليزي نادي ليفربول اللي كان بيلعب مع محمد صلاح، مع الكابتن محمد صلاح. ساديو ماني انتقل الموسم ده لبايرن ميونخ النادي الالماني، وهيلعب اليوم الساعة 7:15 في دوري الابطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.